بالنسبه للدوري ديال السعودي، الدائره اللي ولات بالنسبه للانتقالات والمبالغ الخياليه اللي ولات كنشوفوها كنسمعوا المليارات، اش غنقول لك اخويا؟ انا كنظن ان جانب اقتصادي اكثر ما هو رياضي، لان بالنسبه اش غنقول لك، بالنسبه الكره العربيه بصفه عامه بارابور مع الكره الاوروبيه كاين واحد الاختلاف، سي نورمال بالجانب الرياضي هذه كاين واحد الفرق كبير وشاسع. لاحظتي ان حتى الانتقالات اللي كاينين دابا حاليا بالنسبه للعابه اللي مشاو للدوري السعودي، لا شفتي لا مارج ديال السن ديالهم فوق من يعني 30 عام، سي تادير يعني فان كارير ديالهم. الانتقالات جيده غتفيد بزاف الدوري السعودي والدوريات العرب ككل، حيت حتى المغرب كيشاركوا معاهم، فبحال دابا هاد كاس العرب كاس الملك سلمان اللي داز، مازال غيكونوا دورات اخرين ومزيانه فيها كريستيانو رونالدو افضل لاعب التاريخ واكثر واحد اكثر مؤثر كاين في العالم، حيت 600 مليون بزاف، عاوتاني نيمار كاين 300. بالنسبه للنجوم الكره السعوديه يعني انا شايفه حاجه جميله جدا، وهي البدايه كانت من كريستيانو. هو من اول من جاء السعوديه، من خلاله جذب كل اللاعبين الكبار يعني لهم يعني مكانه كبيره مثلا في الكره الاوروبيه. وبداية كريستيانو كانت بداية بالنسبة لكل النجوم العالمين، والسعودية أنا بشوف إنه حاجة جميلة جدا إنه جابت النجوم، وما شاء الله تبارك الله يعني شايف الدورة السعودي ما شاء الله يعني ولع، وبقى دور من أكبر الدوريات يعني بينافس على الدور الإنجليزي وده نافس الدور الأوروبيات كلهم، يعني أنا شايفها هي حاجة جميلة جدا بالنسبة للمجتمع العربي وبالنسبة للكرة العربية والكرة الأفريقية.